أهله هنا موجودين المفروض يستقر بالكويت، ما في مشكلة، بس إذا أهله موجودين وعدى 60 سنة فبلده وعياله أولى به. والله القرار أنا وافق عليه يكون أفضل، يعني 60 سنة بس خلاص، يعني مدته أعطى بما فيه الكفاية، يرجع حق أهله هناك وعياله، ومو التحق بعائل أمه يأخذهم معه. طبعا أنا ضد هذا القرار وضد كل قرار لا يدرس دراسة كافية، ضد كل قرار هو ردة فعل. إحنا الآن في فترة حرجة، لا نأخذ قرارات في المدة هذه، ننتظر 2021 نقعد بعد الجائحة هذه تتي، نقعد نخطط للدولة. قرار في هذا الوقت 60 سنة هو قرار بالنسبة لي وأنا أعمل في مجال التخطيط، هذا قرار خاطئ، وأقولها المجلس الوزراء طقوا بريك، طقوا بريك. الكثير من القرارات اللي بتصدر الآن وخاصة في فترة الانتخابات قبل الانتخابات بشهرين، هذه كلها قرارات يعني معيبة، يعني معيبة، شيء حرام هذا. يعني انت الواحد جاي تشتغل من اول عمرك هني، اخر شيء انت يوم ان صرت شويه كبير قال ما نبيك، وانت مثلا عندك عيال هني، وانت مثلا عندك عيال هني، عندك عيال، عندك التحاق بعائله، عندك شركه تشتغل، يعني ترزق الله. بس ما مو صح، هذا مو صح، هذا مو صح، هذا مو صح. اشوفه قرار مجحف غير انساني، هذا رأيي فيه يعني باختصار. يعني والله أقول إن قرار يعني مو صحيح. أيد خلاص، بعد شو بقى من عمره 60 سنة، شنو راح يفيدنا يعني؟ والله هذا قرار مرفوض قطعيا. يعني أنا بالنسبة لي هذا لازم أقامة مفتوحة يعني، زين. فاليوم يعني أنا والدي تقريبا 62 سنة كان بالكويت منه صغير، يعني هاي مكافأته إنه الكويت مثل ما أقول لك تنسل أقامته. أقل شيء مثل ما أقول لك أحطه على التحاق بعائل على ولده وعلى غيره. والله هو قرار الصراحة فيه ظلم كثير للوافدين، في عياله يصرفون عليه وبديرته، يعني إيش معنى يعني إلا هني ممكن يعني يكلف الدولة بالصحة وبالأمور ثانية يعني.